الخبر اول اللي عدنا عرضت فعل المشاهير واليوتيوبر العربي يا حبايب على وفاة ريان. بالنسبه للاشخاص اللي سالوا شنو القصه بالكامل تقدروا تروحوا تشوفوا حلقه مملكه المشاهير، راح اعطيكم رابطها بالوصف، تروحوا تعرفوا قصه ريان بالكامل. بالمختصر هو طفل عمره 5 سنوات توفى بعد ما قضى 5 ايام بالبئر. بالنسبه لنور مار يا حبايب فنزل هذا الستوري اللي جا حاط بيه علم المغرب وطفل. اما بالنسبه لأنس وأصالة يا حبايب فنزلوا هذا الستوري اللي جات بيه أصالة قاعده تبكي وبنفس الوقت كاتبه ان الله وانا اليه راجعون وكاتبه الله يرحمه. اما بالنسبه لابو فلي يا حبايب فنزل هذا الستوري كاتب عليه طير من طيور الجنه وحاط القصه مالته. اما بالنسبه لنارين بيوتي يا حبايب فنزلت هذا الستوري كاتبه الله يرحمك ورجعت قلوبنا عليك وحط صورته. بالاضافه لانس الشايب وسيدرا بيوتي وام نور الستار هم نزلوا عن الطفل وكاتبين الله يرحمه، فالله يرحمه يا رب ويجعله مثواه الجنه. واكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شاركوا برده فعل المشاهير والخبر المؤسف اللي صار امبارحه. على سيره المشاهير يا حبايب فهم التقوا ويا بعض من نارين بيوتي ونور مار بالاضافه لشيرين بيوتي وحتى بيسان وانس الشايب واسامه مروه وهو من المشاهير كانوا ملتقين ويا بعض بحفل عيد ميلاد شيرين بيوتي. فكل عام بخير عقبال مليون سنه يا رب، حفله حلوه صراحه جمعت بها المشاهير مثل ما شايفين بالستوريات. ننتقل حاليا يا حبايب لكريستينا وتنزل شويه ستوريات قاعده تفضح بها يارا وقاعده تتهجم بيها ولكن بمزح يا حبايب مو اكثر، فقاعده تقول تتصل عليها وهي ما قاعده ترد عليها فقاعده تتهجم عليها ولكن بمزح مو اكثر. احطلكم ستوريات شوفوها. صباح الخير مساء الخير ما بعرف، المهم هذا ستوري اليوم بدي افضح فيه وحده رفيقتي قليلة ذوق. رفيقتي على اساس كنت بحبها وبتحبني واحلى شباب، بعدين بدي اقلها ما بتعود بترد علي، ليش؟ لانه من شرط احبابه وانا اصحابه. طبعا بتسالوا مين رفيقتي، اكيد هي الشرنه اللي راح حط حسابها هون، الخاينه الغداره البياعه اللي انا بدي اقلها وما بترد علي مرتين، وبتشوفي المكالمه بترجعي بتدقيلي. خلي كل الناس تعرف حقيقتك يا، ولا اقول لك ما حقول اسمك تاج وزياده عليك. ماشي رح اتركك للفانز خليهن يعرفوا يتصرفوا معك يا بياع. بالختام عن التهجم يا حبايبي اللي تعرضوا له انس واصاله، فيديو يا حبايبي انتشر على التيك توك وبهذا الفيديو كان بعنوان فضيحة انس واصالة وكاتبين حملة الغاء متابعة من انس. بالمختصر الفيديو نزلوه انس واصالة على قناتهم الاجنبية، كان ظهر بيه علم اسرائيل اكثر من مرة علم الصهاينة، ولكن يا حبايب خلينا نكون واقعيين انس واصالة حاليا عايشين بامريكا فهم مو بايدهم يعني امريكا هم يعني ويا اسرائيل وبنفس الوقت يا حبايب يمكن هم ما انتبهوا. على كل احنا بالنهاية قلوبنا ويا فلسطين واهلنا فلسطين، فهذا الشيء يا حبايب ما يسبب التهجم على انس واصالة. عادكم اكتبوا بالكومنتات هل تشوفون استحقت التهجم او لا. بصراحة حبايبنا وصلت المقطع، فجروا لايكات وبس شاركوا في زي ما قبل القصص. احبكم مع السلامه ولا تنسون تشوفون قناتي الثانيه حبايب بالوصف.